أهلا بكم في هذه التغطية الإخبارية والتي نتناول فيها المستجدات الدولية والإقليمية، ونخصص هذه الوقفة لتطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان. هذه معركة مفتوحة في كل الجبهات، عدد كبير من الصواريخ يتسع، تحدث عن المجمع السكني في هذه المنطقة. إذا تروحوا على الحرب مع لبنان أنتم أيضا ستعودون إلى العصر. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال حسن خليل ياسين القيادي في استخبارات حزب الله بالهجوم على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. يأتي هذا عقب اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. كما أعلن جيش الاحتلال في بيان له أنه بدأ حصارا عسكريا على جميع الأراضي اللبنانية من أجل منع إعادة تسليح حزب الله عبر سوريا وإيران، بحسب مزاعم جيش الاحتلال الذي قال إنه أبلغ لبنان رسميا أنه لن يسمح للطائرات بالهبوط في بيروت قادمة من سوريا أو إيران، وقد يتم أيضا إيقاف السفن الإيرانية قبالة سواحل لبنان. أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدر أمني أن غارة إسرائيلية استهدفت مستودعا في محيط مطار رفيق الحرير الدولي في بيروت، فيما أشار مصدر أمني لوكالة رويترز إلى أن الغارة هي الأقرب لمطار بيروت حتى الآن، وعلى بعد 500 متر فقط من المطار. من جانبه أكد رئيس شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية أن المطار لم يستهدف وأن العمليات تجرى كالمعتاد. دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الشعب اللبناني إلى توحيد الصف لردع العدوان الإسرائيلي، وقال ميقاتي إن ما يواجهه لبنان من موجات نزوح جراء العدوان الإسرائيلي فاق كل التوقعات. الحكومة بكل إداراتها المدنية والعسكرية والأمنية والصحية والإنسانية مستمرة في القيام بواجبها بالتعاون مع جميع المواطنين الذين فتحوا منازلهم للنازحين، ومع المؤسسات المجتمع الأهلي والجمعيات والهيئات الإنسانية والصحية التي أود أن أوجه لها تحية من القلب على ما أظهرته خلال الأيام الماضية ولا تزال من تعاون وتفان وما قدمته من جهد. رغم كل ذلك أعتذر عن كل تقصير قد حصل بالنظر إلى محدودية الإمكانات وضخامة الحاجات. بعدما بلغ نزوح أبنائنا في المناطق المستهدفة حداً فاق كل التوقعات. أعلن مجلس الوزراء اللبناني الحداد الرسمية لمدة 3 أيام بدءاً من الاثنين عقب اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. وجاء في بيان أو في البيان الصادر عن مجلس الوزراء اللبناني أنه سيتم تنكيس الأعلام خلال فترة الحداد على الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات، وتعدل البرامج العادية من أو في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب والحدث الأليم. كما أشار البيان إلى أن يوم تشييع حسن نصر الله سيكون يوم توقف عن العمل في جميع الإدارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة والخاصة. أكد وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام أن لبنان يشهد تصعيداً خطراً مع تكثيف إسرائيل لهجماتها العسكرية على كافة أرجاء الأراضي اللبنانية، ودعا أمين سلام إلى استنفار وتضامن كافة القوى السياسية اللبنانية للتصدي لتداعيات هذا العدوان.
ما أصيبت، ما في لا جبل ولا الجنوب ولا البقاع ولا بيروت. يعني نحن أمام فعلا لحظة تاريخية ومصيرية، مشان هيك اليوم عم ندعي كل الفرقاء اللبنانيين، كل الأحزاب اللبنانيين بالتعالي عن كل المواقف السابقة والاتحاد والتضامن والتكافل لحماية البلد وحماية هالشعب. اليوم عنا ناس نايمة بالطرقات، عنا دم ما نشف بعده على تراب لبنان، آلاف من الشهداء، ويعني مسار تصعيدي. إذا ما صار تضامن كامل بين كل القوى اللبنانية بيكون نحن فعلا ما بيهمنا هالبلد ولا بيهمنا هالشعب ولا حدا من المجتمع الدولي سيأخذ لبنان على محمل من الجدية إن لم يكن هناك ترتيب للبيت الداخلي اللبناني. في السياق ذاته قال وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري إن الوضع دقيق جدا في لبنان، فالدولة مسؤولة عن النازحين وعن أعمال الإيواء. وفي مؤتمر صحفي عقب جلسة لمجلس الوزراء أشار المكاري إلى أنه يجب التنسيق مع الأجهزة الأمنية والأحزاب لتيسير تقديم المساعدات للنازحين، لافتا إلى أن خلية الأزمة ستعقد اجتماعا لليوم بشأن الأزمة التي يمر بها لبنان. الوضع ما في شك أنه ضئيل بالبلد. أنا اللي بحب أكده أنه الحكومة هي مسؤولة عن الناس، مسؤولة عن النازحين، مسؤولة عن مراكز الإيواء. مثل ما بتعرفوا أكيد صار بأول يعني خليني أقول موجة من النزوح، أكيد صار فيه تقصير لأسباب عديدة، إنما بعتقد أنه أنتوا كمان كلكم تعرفوا أنه التقطت أنفاسها الحكومة وعم تشتغل على الأرض بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومع الأهالي من جميع المناطق. وحتى يعني هون كمان بننوه بالأحزاب يلي هي كمان عم بتساعد، وبحب أكد هون مثل ما أكد دولة الرئيس على وحدة اللبنانيين بهذه اللحظات يلي عم يمر فيها البلد. كان الاغتيال أو الاغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أثر على الداخل اللبناني الذي أكد على مواصلة الدرب، وكان من أبرز ردود الفعل على اغتيال نصر الله موقف الرئيس اللبناني السابق من لحود وكذلك الحزب التقدم الاشتراكي وحركة أمل. للمزيد من التحليل والتفصيل وتداعيات المشهد في لبنان بعد حوادث الاغتيال وسلسلة الاغتيالات المتكررة التي أصابت حزب الله في هذه الأيام وإصابة أكبر رأس في هذا الحزب وهو حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، ينضم إلينا من القاهرة سيد أشرف أبو الهول مدير تحرير جريدة الأهرام. سيد أشرف أهلا بك. بداية، تداعيات هذا الاغتيال وفق القراءة الأمريكية، هنالك مسؤول أمريكي صرح لإحدى وسائل الإعلام بأن الحزب الآن يتخبط بعد حادث الاغتيال ولا قيادات ظاهرة للحزب في هذان في اليومين على الأقل الماضيين. كيف تقرأ هذه الصورة؟ يعني أولا تحياتي لحضرتك. أهلا بك. تحياتي للأستاذ المشاهدي في القاهرة الإقليمية. يعني قبل ما نتكلم على الموقف الأمريكي وعلى الأوضاع في لبنان، يعني أنا قرأت الآن خبر عاجل على الشاشة لديكم أنه إسرائيل قررت حصار جميع الأراضي اللبنانية. نعم، هذا بالفعل، هذا يعني منذ أكثر من ساعتين هذا الموضوع، وعملية محاصرة المطار جويا ورفض نزول أي طائرة قادمة من سوريا وإيران. نعم،
هذا الكلام يفهم منه انه الحصار سيكون برا وبحرا وجوا. نعم. وخاصة بحرا وجوا لمنع وصول اي اسلحة او امدادات او متطوعين كما رشد يعني كما هدد يعني قادة الميليشيات في اليمن وهدد احد الزعماء الدينيين في ايران. نعم. وبالتالي الاوضاع تزداد سوءا بشكل غير طبيعي. الاغتيال السيد حسن نصر الله ليس هو يعني المشكلة الوحيدة التي تواجه لبنان. ليس هو المشكلة الوحيدة التي تواجه حزب الله. لو كانت إسرائيل قد اغتالت نصر الله وحده لقام حزب الله باختيار يعني قائد مكانه وربما لم نشعر بفارق كبير بسرعة كبيرة. لكن إسرائيل خلال أيام معدودة اختالت الصف الأول والثاني كأنها اصطادتهم جميعهم في مثل ما تفضلت سيد أشرف في أيام معدودة. ماذا يؤشر ذلك؟ وهذا هو سؤالي، يعني ماذا يؤشر واقع هذا الحزب بعد هذه الاستهدافات؟ وكذلك حتى الساعة لم نرى هنالك قيادات واضحة لتستلم بعد نصر الله مثلا. يعني هذا يؤشر إلى اختراق كامل وشامل للحزب. يعني الاختراق ليس فقط اختراق لأجهزة الاتصالات سواء للتوكي ووكي أو البيجر أو المحمول أو حتى الشبكة الأرضي، ولكن يبدو أن هناك مراقبة لصيقة لقادة الحزب أنفسهم على الأرض، لأنه من المفترض أن حزب الله منذ يعني انفجارات التوكي ووكي وقبلها البيجر وقبلها كانوا قد اتخذوا قرار بالابتعاد عن يعني استخدام شبكة المحمول الداخلية يعني الخاصة بالبلد وبدأوا يستخدمون شبكة مغلقة، ومع ذلك إسرائيل تلاحقهم كلما خرج أحد القادة ليذهب إلى اجتماع أو غيره تقوم إسرائيل باصطياده. وربما هذا العاجل أيضا الجديد الآن سيد أشرف، يعني حتى نكون مع الصورة، إعلام لبناني يقول أن غارة على منطقة الشويفات بالضاحية الجنوبية، وهذه الصور الأولية له سيد أشرف، الصور الأولية لهذه الغارة. هذه إذن غارة على منطقة الشويفات بالضاحية الجنوبية في بيروت. هذا يعني أن إسرائيل لم تكتفي بالاغتيالات ولم تكتفي بما يقال أنها دمرت نصف ترسانة حزب الله من الصواريخ، وإنما تكمل المهمة. وهذا أمر شديد الخطورة، وأيضا يعني قد يؤدي إلى نتائج كارثية أكبر على لبنان. القضية الآن أنه القصف الذي يقال الجنوب ويقال البقاع وغيرهما، هذا قد يؤدي إلى يعني عملية نزوح تشمل ملايين وليس آلاف، يعني آلاف أو عشرات الآلاف. عملية النزوح الآن حتى بدأت من بيروت، يعني بدأ من يتجه إلى سوريا عن طريق يعني عن الطرق البرية، أو من يتجه إلى الأردن، أو من يحاول أن يخرج من البلاد بشكل كامل، أو من يلجأ من الجنوب والوسط إلى الشمال. وبالتالي الأمور يعني شديدة السوء في بلد نعم يكاد يكون منهار. يعني سيد أشرف، وأنت تتحدث الآن ربما تشاهد معنا يعني هذه اللقطات، يبدو أن المكان المستهدف لا يقل قوة وأهمية عن الأماكن الأخرى التي تم استهدافها في اليومين الماضيين، فالانفجار كبير. هذا أيضا ربما يذهبنا لتساؤل، يعني ما زالت عمليات الاختراق موجودة برأيك في هذه المناطق سيد أشرف؟ بالتأكيد، يعني الاختراق لم يتوقف ومستمر، ويبدو أنه الاختراق ليس من خلال فرد أو اثنين أو عشرة، وإنما اختراق في كل مفاصل الحزب وربما أيضا في كل مفاصل الدولة. ويعني هذا الانفجار الذي أراه يعني يبدو انفجار مخزن ذخيرة كدس اعتاد أو شيء. نعم
نعم أو صواريخ، وبالتالي هذا يعني له أيضا نتائج كارثية على بيروت، على البيوت أو المساكن والمناطق المدنية المحيطة، على يعني البيئة، على كل شيء. وللأسف الشديد لبنان بالكامل الآن يعني تحترق ولا تكاد تجد من ينقذها في الداخل. لا يوجد أي فرد ظاهر من قيادات حزب الله. إسرائيل هددت باغتيال من سيحل محل الشيخ حسن نصر الله. الحكومة في لبنان هي حكومة تصريف أعمال، لا يوجد رئيس، وبالتالي لابد من البحث عن حل عاجل ودائم وتنسيق المواقف مع العالم قبل أن يعني تكون الأوضاع في لبنان أسوأ من غزة، لأنه يعني الصورة. وهذا ما تحدث عنه نتنياهو سيد أشرف، وتحدث كل المتطرفين في حكومته بأن آلة القتل والموت ستلاحق الجميع وكل أعداء، كما قال كل أعداء إسرائيل وكل من تسول له نفسه، كما قال بهذه العبارات يعني. وتحدث أيضا في عبارة قبل أسبوع أو 10 أيام من الآن، ربما لم تأخذ صداها في الإعلام، بأن خارطة الشرق الأوسط ستتغير. يعني دعني أقول لك بصراحة شديدة، حزب الله كان يسيء تقدير قوته ويبالغ فيها ويعطي للناس أمل أنه يستطيع أن يوقف إسرائيل عند حدها ويستطيع أن يهددها تهديدا كاملا، ولكنه انهار بشكل غير طبيعي. يعني ما حدث في لبنان خلال الأيام القليلة الماضية أسوأ بكثير حتى مما حدث في يونيو 67، لأن توازن القوى كان معلوم. لكن أنت كنا جميعا على ثقة أن حزب الله يمتلك قدرة تنظيمية ويمتلك أسلحة ويمتلك مئات الآلاف من الصواريخ، وكل ذلك لم نجده. فجأة تبخر كل شيء، تبخر البشر وتبخر الحجر، وأصبح لبنان يعني للأسف الشديد مستباح بشكل لم يحدث في التاريخ. حتى عندما يطلق حزب الله صواريخ ويقول أنه استهدف هذه القاعدة أو تلك، لا يوجد على الأرض ما يؤكد أنه صواريخه أصابت الأهداف التي تستهدفها. وأنا تابعت أرقام الخسائر داخل إسرائيل منذ بداية العمليات ضد حزب الله منذ حوالي أسبوعين، حتى الآن أرقام الخسائر أقل من 70 مصاب. لا يوجد قتلى في إسرائيل، لا يوجد تفجيرات حقيقية، لا يوجد تدمير لأي شيء. وبالتالي على العقلاء أن يتدخلوا الآن، إذا كان ثمن إنقاذ لبنان هو فك الساحات فلتفك الساحات فورا. يعني غزة لن تكون سعيدة والفلسطينيين لن يكونوا سعداء واللبنانيون يشربون. ولكن سيد أشرف يعني فك الساحات هي أصلا لم ترتبط الساحات حتى الساعة بالارتباط الذي يتحدثون عنه، لكن فك الساحات إن كانت هي أصلا ساحة من غير ما ترتبط، هذا هو المشهد. فيعني حتى لو فك الساحة هل سيتوقف نتنياهو عن هذه الخطوات؟ هل ترى أن السيناريو الذي يقوم به نتنياهو مرتبط بعملية ربط الساحات أو ارتباط الساحات، أم أن هو سيناريو يريده؟ طيب ما علاقة الضفة؟ ما أيضا هددوا الضفة بترحيلهم إلى الأردن، فهذا يعني دعنا أولا نتكلم في موضوع فك الساحات. نعم، هو نتنياهو في محاولاته المستميتة منذ 7 أكتوبر لاستعادة شعبيته كان يقابل دائما من المعارضة الإسرائيلية ومن اليمين الأكثر تطرفا منه أنه فشل في حماية الإسرائيليين، وأنه حزب الله نجح في إبعاد عشرات الآلاف من الإسرائيليين من المستوطنات في الشمال. فكان هذا يستخدم ورقة ضده رغم أن الأعداد لم تكن بالضخامة التي يعني يمكن أن تسبب خطر، لكن هي كانت مسألة يعني مناكفة داخلية. وحزب الله تمسك بهذه المسألة وأخذ يتحدث عن أنه لم يسمح بعودة يعني النازحين من شمال الأراضي المحتلة إلا إذا إسرائيل أوقفت عدوانها على غزة. ف
فبات هناك وهم اسمه ارتباط الساحات، ولكن للأسف لا صواريخ حزب الله ولا صواريخ الحوثيين ولا صواريخ العراق ولا صواريخ سوريا أفادت الفلسطينيين، بل إنه الآن والعالم كله مشغول بما يحدث في لبنان. إسرائيل ترتكب المذابح ليل نهار في غزة، لا تتوقف يعني المجازر التي تحدث في غزة، والأسر والأطفال هم الذين يدفعون الأثمان. وبالتالي فلنتخلص من هذا الوهم الآن، ولنبحث عن حل سريع للأزمة اللبنانية، ولنبحث عن طريقة سريعة لإعادة توحيد الشارع اللبناني، ونستعيد قوة الدولة اللبنانية من خلال مصالحة تتم أو ما إلى ذلك. علينا ألا نركز، يعني هنالك عدوان أكبر حتى من موضوع المصالحات الآن سيد أشرف، يعني حتى لو تصالحت الدولة اللبنانية هل سيتوقف نتنياهو عن هذه العمليات؟ يعني فعلا كما تفضلت سيد أشرف، لابد من البحث عن طريقة لإيقاف هذا النزيف للبنان المذبوح، لا نقول الجريح حقيقة، على هذه المشاهد التي نراها في عموم لبنان إنسانيا وميدانيا أيضا. أنا أشكرك الشكر الجزيل سيد أشرف أبو الهول من القاهرة، مدير تحرير جريدة الأهرام المصرية، شكرا لك. أعلن حزب الله اللبناني استهدافه عددا من المستوطنات شمالية إسرائيل، مؤكدا قصفه مستوطنة معالوت بخمسين صاروخا ومستوطنة كتسرين برشقة صاروخية. كما أكد الحزب في بيان له إطلاق رشقات صاروخية متتالية على امتداد جبهة أو عمق الجبهة الشمالية من حيفا غربا حتى صفد شرقا. وأوضح أن الاستهدافات طالت مستوطنات متسوفا وروش بينا برشقات صاروخية، وفي وقت سابق من اليوم استهدفت رشقات حزب الله قاعدة ومطار راما ديفيد في شمال إسرائيل بصواريخ فادي. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صاروخا سقط في محيط مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس المحتلة أطلق من لبنان، موضحا أنه تسبب في حريق ما دفع فرق الإنقاذ للتوجه لإخماده، فيما أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الصاروخ أصاب مبنى في غرب المستوطنة وتسبب في أضرار وأصاب منزلا بمنطقة بنيامين. أعلن الحوثيون استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي أثناء وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إليه. من جانبه أوضح جيش الاحتلال أن صفارات الإنذار التي دوت في مناطق مختلفة بوسط إسرائيل منها تل أبيب وسماع دوي انفجارات كبيرة كان جراء اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون قبل وصوله لهدفه وسط إسرائيل. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يعزز عودة الإسرائيليين إلى منازلهم في الشمال، ويعزز أيضا عودة المحتجزين في الجنوب. وزعم نتنياهو أن اغتيال نصر الله خطوة ضرورية لتغيير موازين القوى في الشرق الأوسط، وأشار إلى أن أمام إسرائيل الكثير من التحديات خلال الأيام المقبلة. وعلى حد قوله، وكان نتنياهو قطع مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك عقب عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية. أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت محادثات بشأن توسيع محتمل للهجوم العسكري الإسرائيلي في المنطقة الشمالية. وقال جالانت في وقت سابق إن حرب إسرائيل ليست مع الشعب اللبناني، وأشار إلى أن الوقت قد حان للتغيير على حد قوله، زاعما أن نصر الله شكل تهديدا مباشرا لحياة الآلاف من الإسرائيليين وغيرهم من المواطنين. قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري إن القوات في حالة تأهب قصوى على مدار الساعة في عقاب اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال إلى أن مهمة الجيش هي إعادة السكان الذين تم إجلاؤهم من الشمال، مؤكدا أنه لا يوجد تغييرات أخرى على التوجيهات الخاصة بالسكان المدنيين، وواصفا الأيام المقبلة
بالصعبة على إسرائيل. أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال بأن رئيس الأركان هيرسي هاليفي أنهى جلسة لتقييم الوضع والمصادقة على الخطط العسكرية في قيادة المنطقة الشمالية. وأعلن هاليفي أنه لدى الجيش الإسرائيلي مهمات لإعادة المحتجزين وسكان الشمال والجنوب إلى منازلهم بأمان. وزعم رئيس أركان جيش الاحتلال أن تصفية الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ليست نهاية القدرات والوسائل المتوفرة للجيش. للتفصيل أكثر حول النوايا والسيناريوهات المتوقعة لحال المواجهات الإسرائيلية وعدوانها على لبنان واستمرار العمليات العسكرية بقصف لبنان، ينضم إلينا من القاهرة الأستاذ أشرف العشيري مدير تحرير جريدة الأهرام. سيد العشري أهلا بك معنا. إذن الآن إسرائيل تحاصر لبنان، إسرائيل تلوح بعمليات اجتياح بري للبنان، وأن وكذلك حديث نتنياهو قبل هذا عندما قال إن اغتيال حسن نصر الله سيغير من خارطة ميزان القوى في الشرق الأوسط. كيف تقرأ كل تلك التداعيات؟ مساء الخير أستاذ رعد وأستاذ المشاهدين. بكل تأكيد أعتقد الضربة القوية التي تنالها حزب الله في الأيام الماضية وأسفرت عن اغتيال زعيم حزب الله حسن نصر الله في ليلة الجمعة الماضية أي أمس الأول، أعتقد أنها تشير إلى أن هناك بالفعل رغبة إسرائيلية في توسيع التصعيد العسكري وإمكانية بالفعل ترجمة هذه الأعمال إلى بنك أهداف عسكرية باتجاه القيادات الأولى والثانية من قيادات حزب الله على المستوى السياسي والمستوى العسكري. نحن أمام سيناريوهات ربما تؤدي أو تشير إلى أن هناك بالفعل رغبة من قبل نتنياهو في استمرار دوامة العنف إلى عدة أسابيع قادمة على غرار ما حدث في غزة منذ 8 أكتوبر من العام الماضي. ربما يكون هناك بالفعل رغبة من قبل نتنياهو لإمكانية أن يكون هناك توسيع دائرة الصراع وجعل لبنان مفتوحة كغزة، أملا في أن يكون هناك وصولا إلى مواجهة إيرانية إسرائيلية، وهذا ما يسعى إليه نتنياهو استغلالا لمعطيات المناخات الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية وحسب السيولة السياسية في واشنطن، حتى يكون هناك بالفعل لتوفير غطاء عسكري وسياسي نتنياهو في مواجهة إيرانية إسرائيلية لإمكانية تعطيل إيران عن تنفيذ برنامج النووي الإيراني. وأعتقد أن هذا الأمر سيؤدي لمزيد من التصعيد بطوء تبادل الاتهامات خلال الساعات الماضية بين الجانبين الإيراني والجانب الإسرائيلي. إيران تتحدث في الساعات الماضية على لسان نائب رئيس الحرس السعودي أن الأيام القادمة ستكون صعبة، ستحدد مستقبل ومصير الشرق الأوسط، وأن هناك اجتماعات للمجلس الأمن القومي. وهذا التساؤل يعني سيد أشرف، يعني إيران تقول أن هنالك تغيير في الشرق الأوسط، أيضا نتنياهو قال ذات الجملة ذاتها قبل 10 أيام والآن أيضا يكررها، إذا هل نحن فعلا مقبلين على تغيير في خريطة الشرق الأوسط، في خريطة موازين القوى في الشرق الأوسط، وكيف سيكون شكل هذا التغيير، خصوصا أن الحزب حزب الله حتى الساعة وفق الرؤية الأمريكية أنه متخبط بعد 2 من اغتيال زعيم حزب الله السيد حسن نصر الله، لا رؤية واضحة. بالفعل اتفق معك تماما فيما يتعلق به أن حزب الله يواجه حالة من الفوضى العارمة، وربما يكون هناك بالفعل كثير من الانتكاسات التي تمني بها الحزب في 10 أيام الماضية. لا تنسى أن ما حدث بحزب الله كان نتيجة تخطيط إسرائيلي وأيضا مرحلة جديدة من التلاقي أو على الأقل التعاطي الإسرائيلي مع حزب الله خطط لها منذ سنوات طويلة ووضعت السيناريوهات على المستوى الاستخباراتي والمستوى العسكري، أمل في أن يكون هناك بالفعل إنهاء أسطورة حزب الله في جنوب لبنان ومنع تهديدات الشمال الإسرائيلي. بكل تأكيد هذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى أن يكون هناك بالفعل استمرار لوتيرة التصعيد العسكري. نتنياهو ليس فقط يكتفي بما يتعلق باغتيال حسن نصر الله وقيادته الأولى من حزب الله، هو يريد أن يقضي على البنية التحتية ويفكر في اجتياح أو توغل محدود خلال الساعات القادمة. والدبابات الإسرائيلية على مشارف الحدود اللبنانية في مناطق الجنوب اللبناني منذ الساعة 9 أمس ليلة أمس الأول ليلة أمس. كل تأكيد هذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى يكون هناك بالفعل التعاطي مع منصات الصواريخ وأيضا أماكن تخزينها وإمكانية القضاء والمطاردة والملاحقة لكل العناصر الفاعلة في حزب الله بما فيها القيادات الأمنية التي
متبقية من قوة الرضوان وغيرها من بقية القوات المحسوبة على حزب الله أو تابعة لحزب الله والمقاومة، بالإضافة لأن هذا الأمر سيؤدي لأن يكون هناك بالفعل ردات فعل إيرانية، لأن إيران تواجه الآن ما يعرف بحرب المنطقة والسندان. إذا لم ترد على الممارسات الإسرائيلية باتجاه اغتيال حسن نصر الله تخسر حلفائها في الإقليم، وسيكون هناك اتهامات أن إيران بالفعل قد باعت حلفائها بأسمان بخسة وسعت إلى أن يكون هناك بالفعل الحفاظ. هذا تساؤل مهم وحقيقة نحتاج للوقوف عند هذا الموضوع. إسماعيل هنية، حسن نصر الله ليسوا بالأسماء يعني الصغيرة في موازين المواجهة إن صحت التسمية بين إسرائيل وبين هذه الفصائل المقاومة، وعملية الاتهام لإيران بأنها قد باعتهم نتيجة عدم رد موازن لهذه الأفعال الإسرائيلية. إذن برأيك سيد أشرف، هذه وجهة النظر الإيراني أو دفة المواجهة الإيرانية إن صحت التسمية إلى أين تسير؟ بالفعل هناك ضغوط في الشارع الإيراني، حتى أن هناك كثير من وسائل الإعلام والتقارير الإعلامية تقول أن هناك حالة من الغضب والاحتقان في الشارع الإيراني بأن إيران لم تفعل ما فيه المزيد لحماية حسن نصر الله. نجد في الضحايا الجنوبية في جنوب لبنان وخاصة من أصحاب الطائفة الشيعية وكون اتهامات مباشرة وصريحة عبر وسائل الإعلام اللبنانية لإيران بأن هي من أوشط إسرائيل باغتيال حسن نصر الله، وأنها تخلت عن حسن نصر الله وحزب الله، وأنها دفعت به في إتون المعركة دون أن يكون لديه غطاء عسكري أو سياسي أو على الأقل فيما يتعلق بحامية عسكرية إيرانية لإنقاذ حزب الله من سلسلة الضربات المميتة خلال العشرة أيام الماضية. في المقابل أيضا إيران تريد أن يكون لديها درجة كبيرة من الحضور حتى لا تترك الفرصة لإسرائيل من الآن وحتى نهاية الانتخابات الأمريكية ووصول الرئيس الأمريكي إلى البيت الأبيض الرئيس الجديد في 20 من يناير من العام القادم، ستكون فرصة أمام إسرائيل لإمكانية التعاطي مع التعامل مع برنامج النووي الإيراني ومنع إيران من تحقيق انتصارات فيما يتعلق بتخزين اليورانيوم والوصول إلى العتبة الإيرانية. الوقت يداهم الجميع، إيران عليها أن ترد أو تحفظ مواجهة ما يعرف به درة التاج أي حزب الله في الضحايا الجنوبية، وأيضا ما يعرف بإنقاذ برنامج النووي الإيراني، وإلا أن أي عملية تأخير من قبل إيران ستفتح شهيق نتنياهو في قادم الأيام ليتعاطى بشكل أقوى تأثيرا فيما يتعلق بتوجيه ضربات لإيران سواء فيما يتعلق برنامج النووي الإيراني أو حتى القوات. وهل هذا السبب وراء حديث المرشد الإيراني اليوم بأن لبنان سوف يرد وأن لبنان سوف يكون الرد قاسيا وأن ساحات المقاومة ثابتة، لم يتحدث عن رد إيراني، فهل ذلك بسبب تلك المخاوف التي تفضلت بها أم أنها تؤكد الرؤية والرواية بأن إيران ربما قد غيرت سياستها مع الغرب وبالتالي ربما تنازلت عن بعض الأوراق؟ أعتقد إيران في موقف حرج للغاية وموقف صعب، تريد أن تحافظ على حفظ ما واجهها فيما يتعلق باتهامات مع حلفائها أو أزرعها في الإقليم سواء الحوثيين الحشد الشعبي أيضا جهاد وحماس من ناحية في المسار الفلسطيني وأيضا درة التاج في المقاومة الإيرانية وهي حزب الله. وأعتقد إيران إذا لم يكن لديها رد فعل وتعاطي بإيجابية مع المشهد داخل لبنان سيكون هناك بالفعل درجة كبيرة من النيل من السمعة والحضور الإيراني في الإقليم، وربما تفقد كثير من حلفائها ويتنفضوا من حولها. في المقابل أيضا هي تريد أن تحافظ على حوار مع الغرب في المرحلة القادمة كما وعد السيد مسعود بجسكيان في خطابه أمام الأمم المتحدة أن إيران راغبة في فتح زراعية لحوار وعودة المخورات النووية، وأعتقد إيران أمام معضلة صعبة للغاية، ونتنياهو في حد ذاته لن يقبل ولن ينتظر طويلا لإعطاء الفرصة لإيران لإتمام برنامج النووي الإيراني أو الوصول إلى العتبة النووية، أن هذا من شأنه سيشكل مصدر تهجير قوي ورئيسي باتجاه إسرائيل. ونتنياهو بعد نجاحه في القضاء على حسن نصر الله أصبح بالفعل المساحة مفتوحة أمامه، مساحة مهيئة لإمكانية التعاطي بقوة مع التفاصيل المشهد في إيران في المرحلة القادمة، خاصة أن نتنياهو يسعى جاهدا لمواجهة إيرانية إسرائيلية استغلالا لظروف الانتخابات الأمريكية وضعف إدارة السيد بايدن فيما يتعلق بعقاب أو على الأقل تحجيم إسرائيل
التعاطي مع إيران في المرحلة القادمة، خاصة أن في الإدارة راحلة وشمسها تغرب، وعليه نتنياهو أن يستغل الفرصة والأجواء الانتخابية حتى حركة الانتخابات في المعادلة مع إيران في المرحلة القادمة. وهذا ما ستسفر عنه الأيام القادمة، لأن هناك بالفعل مواقف كثيرة من كلا الجانبين الإيراني والإسرائيلي، والساحة مهيئة لكل الخيارات. نتمنى على العقلاء وأصحاب الرشادة السياسية منا في أمريكا وفي الاتحاد الأوروبي أن يسعوا لإمكانية فرض وقف إطلاق النار في لبنان أولا، على أن تعطى الفرصة في قادم الأيام لعودة استئناف المطارات الخاصة بالمسار الفلسطيني بين حماس وإسرائيل عبر الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية. نعم سيدي، أن ما يحدث في غزة هو أصل المشكلة، وإذا تم نزع فتيل الأزمة في غزة تنسحب على كل الجبهات الأخرى وتوقف إطلاق النار. نعم نعم، من القاهرة سيد أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام، شكرا جزيلا لك لوجودك معنا في هذه التغطية. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم مصر الكامل للبنان والوقوف بجانبه أو في هذه الظروف الدقيقة، ورفضه المساس بأمنه واستقراره أو سيادته ووحدة أراضيه. وشدد الرئيس المصري خلال اتصال هاتفي برئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي على ضرورة الوقوف الفوري أو الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار بكل من لبنان وغزة، منوها في هذا الصدد إلى أن عدم اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الممارسات العدوانية تجاه الأراضي الفلسطينية ولبنان يهدد بانزلاق المنطقة لحالة خطرة من التصعيد، بما يضع الاستقرار والسلم الإقليميين والدوليين على المحك. ووجه الرئيس المصري بإرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة للبنان بشكل فوري تضامنا مع شعبه الشقيق، ومؤكدا استمرار دعم مصر للبنان على جميع الأصعدة. إلى ذلك أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على أن الممارسات التي تقوم بها إسرائيل مخزية للمجتمع الدولي الذي لم يتخذ خطوات لإنهاء عدوانها على غزة والضفة ولبنان. وفي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة شدد وزير الخارجية المصري على أن ما قامت به إسرائيل انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية والأعراف الدولية. وإن كنا ندين بشدة التصعيد الإسرائيلي الخطير والذي لا يعرف حدوداً ويجر المنطقة إلى حافة الهوية، فإننا نؤكد رفضنا التام والإدانة الكاملة للعدوان الإسرائيلي الراهن على لبنان الشقيق، والذي يشكل انتهاكا صارخا لسيادة لبنان وسلامته ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي. تتسارع حكومات العالم في دعواتها ومناشداتها لمواطنيها لمغادرة لبنان في ظل تزايد الأزمات الإنسانية نتيجة تواصل العدوان الإسرائيلي، كما أعلن عدد من الدول إلغاء رحلات الطيران من وإلى مطار بيروت بعد سلسلة من الهجمات التي استهدفت مناطق سكنية ومدنية. في ظل أزمة إنسانية تتعاظم يوما بعد يوم، تتصاعد أصوات المناشدة من مختلف دول العالم داعية مواطنيها في لبنان إلى مغادرة البلاد، حيث يزداد القصف والعدوان الإسرائيلي بشكل متواصل. في هذه اللحظات العصيبة تظهر الحكومات حرصها على سلامة رعاياها، محذرة من المخاطر الجسيمة التي تهدد حياتهم في ظل التصعيد العسكري. الحكومة الأمريكية شددت في بيان رسمي لها على أهمية مغادرة مواطنيها لبنان، مشيرة إلى أن الوضع الأمني قد يزداد سوءاً في أي لحظة، ودعت جميع المواطنين الذين لم يتوجهوا بعد إلى اتخاذ تدابير فورية للعودة إلى وطنهم. كما أصدرت حكومات أوروبية مثل فرنسا وألمانيا تحذيرات مماثلة، وحثت رعاياها على ترك لبنان، موجهة تحذيرات حول احتمال تصاعد الأعمال العدائية. وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن الوضع الأمني غير مستقر، ما يجعل العودة إلى البلاد خطوة ضرورية. من
جانبها قامت الحكومة البريطانية بإصدار تنبيهات جديدة موضحة أن هناك تهديدات متزايدة قد تؤثر على الأمن العام، وعليه دعت لندن مواطنيها إلى الابتعاد عن المناطق المتوترة والعودة إلى الوطن في أسرع وقت ممكن، كما قامت دول عربية مثل السعودية والإمارات بترتيب عمليات إجلاء لمواطنيها من لبنان. وفي سياق هذا الوضع المتفجر، أعلنت عدة دول إلغاء رحلات الطيران من وإلى مطار بيروت في قرار يأتي بعد سلسلة من الهجمات التي استهدفت مناطق سكنية ومدنية. يأتي هذا في وقت يشهد فيه لبنان حالة من القلق المتزايد، حيث تواصل الأوضاع الأمنية التدهور ما يؤثر على حياة المواطنين والمقيمين في البلاد. وفي خضم هذا التصعيد تبرز أهمية التضامن الدولي ودعم الجهود الإنسانية التي تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب اللبناني الذي يواجه واحدة من أصعب لحظاته التاريخية. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه حان الوقت لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني. ونقلت صحيفة بوليتيكو عن مسؤول أمريكي قوله إن فريق الرئيس بايدن قرر عقد اجتماع لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، مؤكدا أن رد واشنطن الأولي على عملية اغتيال حسن نصر الله إيجابي على الرغم مما وصفه بالجهود لإقناع إسرائيل بوقف هجماتها. وفي سياق متصل أشار بايدن إلى أن الولايات المتحدة سترد على استهداف الحوثيين لسفن أمريكية في البحر الأحمر. كان البيت الأبيض قد قال إن الرئيس جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا مع نائبته كامالا هاريس وفريق الأمن القومي للإطلاع على أحدث تطورات الوضع في الشرق الأوسط ومراجعة وضع القوات الأمريكية في المنطقة وتوجيه الجهود الدبلوماسية لتهدئة الصراعات. وكان الرئيس بايدن أكد أن واشنطن تستهدف خفض التصعيد في الصراعات الحالية سواء في غزة أو لبنان من خلال الوسائل الدبلوماسية، ولفت إلى أنه وجه وزير الدفاع لويد أوستن بتعزيز وضع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط لردع أي عدوان وتقليل مخاطر التحول إلى حرب شاملة بالمنطقة. قالت كاميلا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي أن الدبلوماسية لا تزال أفضل السبل للمضي قدما في حماية المدنيين وتحقيق الاستقرار الدائم بمنطقة الشرق الأوسط، وأضافت في أن لديها التزام لا يتزعزع بأمن إسرائيل وأنها ستدعم دوما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. قالت CNN نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران ستتدخل في الصراع إذا رأت أنها على وشك خسارة حزب الله. وأضافت CNN أن هناك مؤشرات على أن إيران أصبحت تشعر بقلق بشأن مدى الضرر الذي ألحقته إسرائيل بحزب الله، وأشارت إلى أن اغتيال إسرائيل لنصر الله يؤجج المخاوف من اندلاع حرب شاملة في المنطقة. أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عزم بلاده منع إيران ووكلائها من استغلال الوضع أو توسيع الصراع. هذا وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون استعداد واشنطن لحماية القوات الأمريكية في المنطقة، وأشارت إلى التزامها بالدفاع عن إسرائيل. قال مسؤول في البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي ورئيس هيئة الأركان المشتركة وقائد القوات القيادة المركزية يعكفون على تقييم وضع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. وأضاف المسؤول الأمريكي أن هناك نقاشا يجري في إسرائيل الآن حول ضرورة التوغل البري في لبنان من عدمه. وأكد المسؤول في البنتاغون أن استمرار العمليات العسكرية لا يسهم في استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط. أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية أمراً لبعض الموظفين في سفاراتها في بيروت وأفراد أسرهم بمغادرة لبنان.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها منع موظفي السفارة الأمريكية في بيروت من السفر الشخصي دون إذن مسبق، مشيرة إلى أنه قد تفرض قيود سفر إضافية على الموظفين الأمريكيين تحت مسؤولية أمن رئيس البعثة، مع إشعار قبل فترة وجيزة أو بدون إشعار بسبب زيادة تهديدات التهديدات في البلاد. من جانبها نعت حركة حماس حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، وفي بيان لها حملت حماس الاحتلال المسؤولية عن تداعيات اغتيال نصر الله على أمن واستقرار المنطقة. وجاء في بيان حماس أن جريمة الاحتلال لن تزيد المقاومة في فلسطين ولبنان إلا إصرارا وتصميما على مواصلة طرق المقاومة. أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي الحداد الوطني لمدة 5 أيام في إيران على الأمين العام لحزب الله اللبناني. وأكد المرشد الأعلى أن المقاومة في المنطقة تقف إلى جانب حزب الله وتدعمه. وفي كلمة لها أشار خامنئي إلى أن لبنان سيجعل إسرائيل تندم على أفعالها، مضيفا أن الإسرائيليين أقل شأنا من أن يسببوا ضررا كبيرا للبنية القوية لحزب الله في لبنان. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان أن العالم لن ينسى أن قرار اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله صدر من مدينة نيويورك الأمريكية. وأضاف بزكشيان أن الولايات المتحدة لا يمكنها التنصل من التواطؤ مع إسرائيل في عملية اغتيال حسن نصر الله. وقال الرئيس الإيراني أن اغتيال الشخصيات البارزة في المقاومة وعلى رأسهم الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله سيجعل شجرة المقاومة أكثر قوة وثباتا على حد وصفه. ومن المواقف الأخرى والتداعيات وردود الفعل، استنكر الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد العدوان الذي يتعرض له لبنان والذي أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من المواطنين. وطالب الرئيس العراقي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وبذل جهود حثيثة لوقف الحرب ومنع المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في فلسطين ولبنان. أفادت مراسلتنا بتجديد الإجراءات الأمنية حول السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد. جاء ذلك بعد تجمهر عدد من المتظاهرين في محيط السفارة الأمريكية للتنديد باغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، كما فرضت القوات الأمنية العراقية طوقا أمنيا ومنعت المتظاهرين من دخول المنطقة الخضراء. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة أن يتوقف العنف في لبنان بشكل فوري. وفي بيان له أعرب غوتيريش عن قلقه إزاء التصعيد في لبنان، يأتي هذا بالتزامن مع تزايد الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال على عدد من المناطق في لبنان. أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بوجود خطر من أن ينزلق الشرق الأوسط بأكمله إلى دوامة العنف المطلقة، وذلك عقب اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. وأضافت بيربوك أن ألمانيا تواصل جهودها للتوصل إلى وقف الإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، وأشارت إلى أن الوضع في المنطقة خطر للغاية. دعت فرنسا إلى وقف فوري للغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان، وأكدت معارضتها لأي عملية برية إسرائيلية في لبنان.
وفي بيان صدر عقب اتصال هاتفي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أيضا حزب الله وإيران إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة. طالب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بضرورة وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله من أجل وضع حد لإراقة الدماء. وخلال اتصال مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أكد لامي أن الحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن الحرب الشاملة ليست في مصلحة شعوب المنطقة. شدد وزير الخارجية الصيني وانغ يي على ضرورة عدم تأجيل التوصل إلى وقف لإطلاق النار شامل في الشرق الأوسط. وأضاف الوزير الصيني أن السبيل الأساسي للخروج من الأزمة في المنطقة يكمن في حل الدولتين. أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن قلقه من الغارة الجوية الإسرائيلية على بيروت، والتي أدت إلى اغتيال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله. وأضاف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن مثل هذه الاغتيالات السياسية كما سماها أصبحت شائعة. هذا وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تستنكر بشدة اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، ودعت إسرائيل إلى وقف الأعمال العدائية بشكل فوري. إلى هنا انتهت تغطيتنا لهذه الساعة، والتي تناولنا فيها التطورات العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان. حتى نلقاكم، إلى اللقاء.